السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبتي، يا مرحبا فيكم في سيتي سكاي لاين، الحلقة الثانية من مدينة الأحلام. وطبعا سويت تعديلات بسيطة جدا لا تذكر. أول شيء الجسر عدلته على المدينة، خليت الدين هاي المنفذ إضافي للمدينة ومخرج إضافي لين نفتح لنا الجسر هني ونضيف عليه بعد منافذ زيادة إن شاء الله. والشيء الثاني حطيت المنطقة اللي هني بيترأسها فندق، ورا الفندق بترأسها أشياء، وبنبدأ نشتغل على طبعا مشروع صناعي. المشروع الصناعي على الأغلب راح نبدأ نشتغل على مرحلة أو مرحلتين، في عندنا باترن معين ولا شكل معين نمشي عليه، وطبعا بيمتد شارع اللي هو هذا، بيكون رأس قائم مصفح وبيكون الشكل الصناعي ممتد إلى الأعلى. أنا غلطت، اشتريت الاثنين اللي زين. الشكل الصناعي بيكون ممتد إلى الأعلى بالطريقة هاي. يعني الصناعية عندنا عبارة عن مجموعة شوارع رئيسية أربعة، بنبدأ رسمها لين تحت تحت، نبي نطلع مشاريع ثانية، بحر نطلع شارع رئيسي ثاني هني سيدة، يطلع هني شارع أساسي كامل، والشارع الأساسي هذا يلتقي مع ذاك الشارع، معناه نحن بنبدأ من هني أصلا صناعية، فبيكون زين. فهذه رأس الصناعية أو الشارعين الهايوي عفوا اللي راح يكونون من ضمن ولا في منظومتي أربع شوارع. طبعا انزين منظومة الصناعية بنزلها، إذا نزلتها راح ابتلش شوية. فأول شيء ببدأ الصناعية نفسها بطريقة، هي كلها مربعات لكن في لها تقاسيم شوي خادعة. يعني خلنا نبدأ الشارع المعزول أربع شوارع، هي مربعات لكن تقسيمتها مثيرة للانتباه بشكل جميل. وخلنا نعدل الأرض عفوا، طبعا هذا الترتيب العام بيكون للصناعية. لكن تعرفون انتو بيكون ترى في اشياء ثانية مثل ان اشياء اكبر، فخليت لهم مكان. طبعا هذا كله راح يتغير شوي ويتوصل بهايوي ضخم. طبعا هني في تفاوت في الارتفاع لكن ما في مشكلة، قد يخدمنا وقد لا يخدمنا. الشيء الأساسي النقل، النقل بيكون عن طريق هذا المكان. وهذه بداية الصناعية. طبعا الصناعية تتقسم لوايد أقسام عندنا. أول شيء المحلات التجارية اللي في الواجهة، طبعا أكثرها راح تكون محلات تجارية بالطريقة هذه، سواء خدمات بنوك إلى آخره وهلم جرى. عندهم بيكون في مكاتب في الواجهة، في واجهة الدخول. عندهم هني المدخل الأساسي راح يكون شوي مختلف، عبارة عن هايوي، لكن هذا عند الامتداد القادم. وهني بالطريقة هاي نحن ما نحتاج شو فعليا الصناعية هذه أبدا في أي حالة من الأحوال، راح نلغيها تماما وخلهم ينتقلون للطرف الثاني. الحين هذا راح يتعين علينا طبعا نحط مجموعة أشياء ضخمة نحن، يعني مش أشياء بسيطة مثل هنا. هلا هاي الهدمون، وهني صناعي عندنا بتبدأ بالازدهار. طبعا قسمناها لأشكال أشياء موجودة في الواقع، بحيث أنهم يبنون بأشكال أحجار مختلفة، بزنزات مختلفة، يعني
بزنس المختلف يحتاج إلى شيء مختلف ولا ترتيب مختلف في البزنس، فحجم مختلف، فبالتالي نحن نظمناهم على هذا الأساس، وبخلي شوي فراغات في النص حق مشاريع جانبية، سواء مواقف نحتاج أشياء وهل مجرى، وبالتالي صار عندنا منطقة صناعية نظامية نقدر نمد من عندها نهر، منها نتمدد في البيوت. نحن نبقى نحط شوية تعليم في المنطقة، غير التعليم نبقى نحط مواصلات أكثر، فنبقى نسوي الترام مش مترو، هذا المكان راح يعتمد بشكل أساسي على الترام. انزين خلنا نبدأ الرصة الصناعية بعد ما نحط هني عندنا، نبقى نحط مدرسة تعليمية، أنا جهزت مكان حق المدرسة، ندخل للمدرسة ونسوي لها أبجريد، وشو نحط لها عادي، هذا نقدر نكسره و نقدر نعيد نسوي شارع جديد معنا. أنا صراحة أموري طيبة يعني. نقدر نحط لنا ملعب يدخلوا له الناس. شوفوا بالطريقة هاي. هنا هذا الشارع من حيث أنه هدمنا نقدر دائما نعيد طريقة مختلفة شوي. هذه والأمور طيبة عادي يعني حول المدرسة. إنزين الشيء اللي تحتاج المدرسة كالعادة بتحصلوا منه وايد عند مدارسنا نحن. ألا وهي مواقف إضافية، مواقف معلمين وغيره وأشياء وناس، هاي دائما يحتاجون إلى مواقف نوعا ما إضافية، لكن ما بتكون بالحجم الضخم. أحس كلوس، شكرا على مايلستون، أخذنا البيزات اللي أعطونا إياها بالطريقة هذه. راح تكون في مواقف راح يجاورها حديقة وبعض أشياء وبعض أمور، لكن استوى عندنا زيادة طلب، وزيادة طلب هاي تأثر على مجمل الأشياء الموجودة. فخلنا نشتري أول شيء المنطقة هذه 9 مربعات من غير البحر كاملة، إيه؟ فهذا بيكون مكان القطار اللي الحين بنسويه بعد شوية، وهذا بيكون ال يا أخي صراحة هذه الأرض راح العوز بس ما أعلم، أنا حطيه هني وبعدين بنحطي أول شيء بنسويه تسوي لطافة حول هذا الموضوع. يعني احنا من هني ترى ما بنمتد ابدا في الصناعية ابدا، ما عادة عفوا المهملات وإعادة التدوير راح يكون لهم قسم خاص هني، ما عادة ذلك ما راح نمتد خلاص، راح نوقف الصناعية عند القطار هني، بيكون في قطار ضخم من جنب القطار راح يدخل عندنا النهر شوي يحدد لنا تفاصيل الخريطة ولا تفاصيل مصفح، انا راح اسميها مصفح مع ان نوعا ما غيره بس مش مشكلة. الشارع العود هذا ولا الشارع الاساسي هذا بطلع منه شارع اساسي ثاني، وبيكون منطقة اكثر ولا بتكون منطقة اكثر من بسيطة حاليا، مع الوقت راح نحددها باشياء اكثر، بنحط فيها اللاندفل. اللاندفل لازم تكون تبدأ بالشكل مرعب، بس نوع من انواع اللاندفل بيكون متطلب عنا كمدينة. ومع اللاندفل راح نروح للبوينتس اللي تو حصلناهم، ونروح اعادة تدوير ونفتح اللي هو السنتريتر اللي هو للحرق مش الريسايكلنج، لا ان شاء الله اللي هو كان بالعكس، ان شاء الله ما يلف علينا يعني، ايوه كان بالعكس المفروض، ايوه مش سيء. انزل وبنحط عندها الشو إعادة التدوير الثانية Incentration Plant. الحين هاي لهم قسم نوعا ما خاص فيهم، بس الفرق بين الاثنين شو؟ ان هذا ينتج انا صرت اشتريت واحد جديد عفوا، زين ان هذا ينتج كهرباء، انتاج الكهرباء مفروض اوصله بمكان من الاماكن، ممكن اوصله هناك ممكن اوصله بالشارع دايركت، انا بوصله بالشارع دايركت لان عندي اظن إعادة التدوير واضحة، ايه صح نسيت عفوا لازم ترانسفورمر، بنحطي جنبها محطة، اذا نحطي المحطة دايركت عندها ما يفرق صحيح، حطي محطة عندها او ابى اتفادى يكون في مكان ببني فيه، فشو بسوي بما ان عند ال الكراش لحسن الحظ رجعنا من مكان قريب نوعا ما، بس مش غلط
عفوا بس بنعيد نفس الفيلم زين، نسوي كان هذا وهذا بنهدمه على طول وبنرجع كل شيء نفس ما كان قبل الكراش. ونفس ما كنت اقول بنحط الترانسفورمر هني، بنحط تحت ارضي الهاي فولتج يوصل للمدينه، اي شيء يحرقه مركز الحريق هذا. طبعا راح يحتاج مساحه شوي اكبر، المساحه هذه راح نعدلها شوي شوي، بس بشكل عام صارت عندنا منطقه صناعيه ممكن تستوعب اكثر الاشياء اللي تستوي. ممكن نضيف لها اماكن صناعيه اذا احتجنا، عندنا مكاتب هني وعندنا اشياء. الشيء الثاني نحن اللي نبغى نطلع هاي واي من وين؟ قلنا من هني بيسكلي فوق هذه المنطقه. شو راح يستوي؟ خلنا نحط المنطقه وبشرح لكم. وهذا الجسر الجامع، يمكن يباله شوي تعديل من هاي الناحية، ولكن الجسر بشكل عام شكله جيد جدا. الحين هذا الشارع بالذات اللي راح نوصل له الخدمات مانيوال وغير الخدمات مانيوال، هذا راح يحتوي على كمية مزارع جيدة لإنتاج منو الدواجن. وأن خط الهواء بالعكس راح نحط هذا المكان بنصب عيننا على أساس التصدير. طبعا قبل موضوع فكرة منو عندنا، أوه عندنا هني مزارع، واو ممكن ننتج هني جرين. بعد نعمل منطقة آخر نقطة ممكنة صراحة. الطريقة هذه نحطي لنا بعد مزرعة الدواجن بما أنه ما عندي أرض زراعية صالحة فعليا. الطريقة هاي الحين الشارع العام فعليا ولا هذا الهاي واي الداخلي اللي سويناه تقريبا هاي واي ولا هذا الجسر اللي محتاج شويه ترتيب
ما في لهم فعليا خدمات، فنحن شو بنسوي؟ بنني بخدمات مثل كهرباء حقهم بشكل يدوي. وهذا هنا والماء والمجاري والتصريف راح نجيبه بشكل بعد يدوي. ليش؟ لان اباهم هاي واي في الوسط، وما ابا طبعا هاي واي الحين ما يروح مكان، لكن هذا خط فاصل ممتاز ما بين الاثنين بشكل فعلي. يعني هذا ممكن نستغني عنهم حاليا، لان بعد ان احنا نمدد الشارع على الاعلى بين الهاي واي اللي هو الثاني هذا، وراح يستوي هاي واي اساسي بشكل عام. الحين القطار، القطار لازم في شيئين. اول شيء اللي بنرتبه نحن اللي هو شيء من هني، من هذا الارتفاع. اول شيء اللي بنرتبه هني نحن اللي هو مجمع القطارات بشكل فعلي. مجمع القطارات شو يسوي؟ شو شغله؟ الا بعدين مجمع القطارات اللي هو يعطيهم القطارات للمدينة اللي نشتغل فيها بشكل اساسي. يعني احنا الحين نحتاج نجمع هذا على اساس نقدر نشتغل بالقطارات فعليا، يعني بدونه ما نقدر نشتغل بالقطارات. خلنا نسوي وهذا نعدل. هاي يستوي عندنا منطقة جيدة جدا شبه ساحلية، نعدل بالطريقة هاي. الحين من هني، من هني راح يبدأ الانقسام مستقبل. خلنا نحدد على اساس نقدر نحط المطار مالنا. المدينة راح تنتهي تقريبا هني الطريق هاي. يعني اذا اجيب انا برش واستغرى شوية ونحط لنا شانل، هذا اللي بيكون فاصل ما بينهم بين الى النهاية فعليا. يعني هذا راح يفصل، وهذا راح يجمع فوقه يعني جسر ضخم. هذا الجسر راح يتغير من الهيئة اللي هو فيها اساسا اذا ما لغى بالاساس، على اساس يسوي لنا هاي واي ثاني، لان في هاي واي لازم يمر من هني، وهذا الهاي واي راح يدخل ابو ظبي، وهني راح يكون مجمع جسور على الهاي واي هذا. طبعا مش بالضروره يكون لين اخر شيء، بس راح ياخذ شكل معين. يعني قول بنشوف القطار. نحن نحتاج الريل يارد. الريل يارد هو اللي يجمع خلنا نقول القطارات في نقطه التقاء، ولا يطلع لنا القطارات من المدينة مالنا واللي هي نملكها فعليا. فالريل يارد شو راح يسوي؟ راح يخدمنا خدمة بحيث انه نقدر نمتلك قطارات اكثر. وسيدة مددت التراك واشتريت تراك زيادة. ليش اشتريت التراك الزيادة؟ على اساس انه يخدمني عقب اذا بغيت ازيد شو قطارات زيادة بشكل عام. يعني اي وقت باخذ قطار زيادة هو راح يخدمني خدمة ضخمة جدا جدا. خلنا ناخذ تشكيل هذا ونلغي. فبالتالي الحين حاليا انا املك مثلا 10 قطارات، بس مع الريل يارد يوم اسوي له اكسبانشن حق جراج جديد، الجراج هذا راح يمكنني احصل 5 قطارات تصدير زيادة فعليا. 5 قطارات التصدير الزيادة هاي شو راح تسوي لي؟ تعطيني المساحة الكافية اني اقدر اشتغل. انا كنت غلطان للغاية يا اخواني. صار في الاتجاه الثاني، انا توقعته في هذا الاتجاه، فقمت وحطيت القطار هني وهذا طلع هاي واي. بس للأسف ما أقدر أوصل من خارج المدينة لاين. هذا لو أقدر كنا حلينا الموضوع كامل. هذا راح يغيرنا حسبة الحلقة كاملة مكملة، لأن بالطريقة هاي إحنا راح نحتاج نسوي أرنجمنت ثاني.
خلصنا صناعية وطلع لنا غلط بالموضوع القطار، ولكن مو مشكلة، اللي نقدر نسويه الحين نتمدد شوي، وأنا مجهز أماكن للتمدد، يعني أنا حاط لي أماكن بالطريقة هاي حق بيوت عند منتجع، دام أنهم عند منتجع معناه راح يعطون فرصة التطور بشكل سريع جدا. الحين أبا أحطي كم من عمارة تحدوني، ونقول لكم في مكان راح نغيرهم، عيل دكاكين بعماير، عماير اللي فيها دكاكين شنو خبرتكم، الحين راح نغيرها بالطريقة هذه، وراح ينقص عندنا الحاجة للميديوم دنسيتي، وراح ينقص الحاجة لشيء ثاني. من الهاي دنسيتي الحين ما فتح لنا كل بيج مايلستون اللي هو رقم 8 تقريبا، اللي يعني 3 بيج تاون. بيج تاون احنا بعدنا عنا، نحن الحين عندنا لون نمد، ريسايكلينج بعض الاشياء، ريستارت باركينج فيه الى اخره. انزين الحين هذا لازم يهدمون العماير هاي كلها. هني الحاجة التجارية عندنا خفت واشياء خفت، بما ان انا عندي هني منتجع، والمنتجع راح يكون مش ضمن اللاند بارك، عفوا راح يكون سيتي ويحتاج فلوس بعيد. يا الله زين، الحين الانكم شوية تعدل، تعرفون من شو؟ من موضوع المزارع اللي هني. المزارع اللي هني راح تستوي منطقة مزارع ضخمة، بما ان عندي ميزة ان اكتشفت ان هني زراعية راح استغلها لآخر لحظة، وكذلك هذا المكان، ولكن هذا المكان راح يمتد إلى الجنب وراح ناخذ مزارع كاملة، وهذه راح يكون شيء ثاني. الحين هالمنطقة نحن سميناها أصلا between two bridges، ولكن أبقى أعدل عليها شوية بحيث أن بين الجسرين راح تكبر إلينا هني. بالطريقة هذه هاي بين الجسرين. الحين اهل بين الجسرين كيف عايشين هذا موضوع ثاني. انزين الاشياء اللي لازم نعطيها اياهم الحين، طبعا احنا بما ان احنا بنسوي نفس المنتجع والبيوت الصغيره، راح يكون عند البيوت الصغيره طبعا محلات صغيره موازيه لحجم البيوت، ما راح تكبر عن البيوت، و بما ان راح نحط لنا مواصلات احنا، فراح أجيب القطار في الحلقة القادمة بعد ما نطور المواصلات. الفكرة العامة هني إن شو نسوي؟ أنا أخبرك. في نقص في الميزانية حاليا، لكن نقص الميزانية أموره طيبة، ممكن نتصرف فيه في أي وقت، مش لازم يكون الحين، فعادي أنا أشوفه ما في أي مشاكل. أنا كنت بحط صراحة نوعا ما هذا 1.6 مليون، لكن مش بالضروري اني اسوي الحين، ممكن اسوي في وقت ثاني، بس الشيء الاكيد اللي لازم اسوي الحين الترام. ترام محتاجين ترام دايركت من قلب المدينة، يشل الناس في لفة صغيرة من عند المحلات ويجي من وسط ويرجع مرة ثانية للمنطقة الصناعية، اللي راح تكون غلط هاي اصلا، راح اصغرها انا وراح اخبركم شو اسوي فيها. الجزء المكان هذا على الأغلب ما راح يلغي، لكن راح يتحول إلى شارع طويل، راح يسوي أشياء. لكن الحين ترام، نحن عندنا أماكن ضخمة في الوسط، أي أماكن كلها صغيرة، ممكن نستعمل واحد من هاي الأماكن على أساس نطلع الترام مالنا. ومنها نحن شو بنسوي الترام حاليا، نظامه نمدد خطوط لمنو لأي مكان نبغى. صار الموضوع شوفوا، الطريقة هاي راح نشتغل في الترام ان ينزل الناس من قلب الصناعية، لكن ما راح اسوي ابجريد هناك ولا راح اسوي هذا. هذا تدقون عليه رايت كليك يكفي، وناخذ انا خط ترام من هني لين
هني وحيد. هالخط هذا هل من الممكن؟ ايوه جدا من الممكن. هذا الخط راح شو نسوي فيه؟ راح نخليه يترأس مكان في اعلى منه. راح يكون في اعلى الشارع العام، يعني انت في الشارع العام يمشي من فوق الترام. طبعا هالشيء مش موجود اساسا في ابو ظبي، ولكن الممكن جدا ان نحن نحققه، يعني نسويه فعليا. ابو بس طريقه على بدون ما يبين شكله سيء. Breaks in service and to follow the guidelines on the city's web. الحين احنا مدينا الخط اللي هو بيروح المدينة بالترام بالطريقة هذه. واللي هو على اساس انه بيرجع مرة ثانية للمدينة الصناعية. بس انا ما ابغى اخلط الخطين مع بعض. انا شو ابغى اسوي؟ ابغى اسوي خط ثاني داخل الصناعية يمر على 1 2 3 4 تقريبا اماكن. فبالتالي شو بسوي؟ خط دائري بالترام. هذا الخط الدائري راح يمكنني اني اشل الناس على طول الخط، المفروض يقدرون يمشون من الاتجاهين يعني، وبشكل قدر الامكان سلس على امل يعني انه ما يسوي لي زحمة عالية في خط دائري. الحين المفروض ان الناس صراحة من هذا المكان تبدأ تمشي من هني لين هني الطريق هاي. ممكن بعد انقص المشي مالهم اذا حط خط الترام تحت. لحظة، الطريقة هاي اذا سويتها لا ممكن اطور هذا الخط. حطي ترام هني، خط ترام هني مثلا، ويمشون مكان قريب يعني يقدرون يمشون مسافة بسيطة ويوصلون للترام. طبعا هذا راح معناه يكون بالطريقة هذه. بسيط جدا طبعا لان هذا اتجاه واحد بالطريقة هاي هو يفكر. بس انا ما عندي خط ساير بالعكس، فمش وايد فارقة وياي. ليش يروح؟ ها يقدر يروح ياخذ خط الاختصار. وهذا صار عندي خط داخلي للمدينة الصناعية. بما معنى ان انا بالطريقة هاي الناس صارت تتنقل بشكل سهل ما بين منو مدينة وبين هذا، ومفروض نشوف ترامات حلوة. عندي خط واحد أشك في فعاليته واللي هو هذا صراحة، ممكن أغيره إلى يستوي بشكل شوي مختلف. بس أول شيء لازم نعدل مكان هني لأن المكان شكله سيء جدا بالطريقة هاي. المكان أشبه بنفق بس طيب يتعدل معه. انزين، الفكرة العامة يعني لازم الواحد يهتم شوي بعض الأمور. ما عندي مشكلة إذا أقدر أعدل الطريقة هاي على حسب الشارع، وأقدر أسوي الحينة مو على أساس ما يبين أنه طالع بالغلط، لكن يبين أنه قاصين الجبل هذا الطريقة هاي. طبعا ممكن أغير الترام إذا نبغى، يعني مثلا شيء عندنا أكثر ممكن نغيره بالطريقة هذه، اللي يدور بيسكلي. لكن الحين هذا الدربة طويل وافضل اني ما ابداها الحين، لكن ما اتصور انه بيسوي الزحمة الخرافية. خلينا نشوف هل عندنا ترام تحرك. وهذا الترام تحرك، يا سلام. هذا شكل الترام، هو نفس الجزء القديم فكرة، ترى المصانع الاشياء كل شيء شغال عدل.
بس المصانع المفروض تسوي لنا زحمة ضخمة حاليا. بنشوف ما مدى ضخامة الزحمة اللي تسوي، مش سيء أبدا. الطريق صراحة طويل مش قصير، لكن الترام مفروض يعطينا أشياء ثانية. خلنا نشوف يوصل للمدينة، ياخذ اللفة من الدوار، هل هو كبات وايد ولا شوية؟ هذا موضوع مختلف تماما. خلنا نشوف، والله شكله يمشي بسلاسة يعني، ما أحس بيكون عائق وايد للزحمة. الخمسة اوريدي يعني اوكي شغال يعني الترام، على امل يخف زحمة السيارات عنا. بعد احنا مشكلتنا حاليا فقط في الهاي ديماند صراحة، بس الترام جميلة. هذا خط ما كملناه ادري به. الحين اماكن وقفة الترام نفسه نقدر نزودها باركنات او اشياء، بس ما احس بضرورة الشيء صراحة، لكن ممكن الناس تلف وتستعمل الترام بشكل جيد يعني، مش القضية اللي راح تهدم الاقتصاد عندي. اللي يهدم الاقتصاد عندي الاكسبنسز الثانية اللي انا الحين حاطها، مش هذا. لكن هذا معناه صار عندنا خط ترام. ونشوف المطافي شو اخبارهم، احنا عندنا مطافي بس اصفر ولا زين. اذا حطينا لهم سيارات زيادة المفروض يغطي الاحتياج مال المدينة قدر الامكان. من الصناعية جميلة، ممكن نزيدها محلات، عندي اماكن محلات، بس ما بكل الناس يجون الصناعية حق المحلات فبيكون شيء سيء. ممكن اذا فتح لنا سيجنتشر بيلدينجز هذا بعد عقب، مش الحين يعني، في وقت مستقبلي ان نحن نبدا نسوي، ونقدر نسوي اشياء ثانيه. الحين من الاشياء اللي انا ابغى اسويها وما بفكر بالدنيا، خلينا نصير اول شيء على الترند بوينتس، عندي 4 بوينتس. نروح على الديفلوبمنت، نروح على الحدائق ونفتح بارك مينتنس، نفتح مش سبورت، نفتح السبورت، نفتح السبورت، نخليهم شوي رياضيين اكثر. وممكن نصير الحدائق بناء صيانة، ممكن يغطي لي وايد اشياء الصيانة، هذا مش بالضرورة يكون هناك، بس عندنا مكان نحن نقدر نخش فيه الصيانة هني، وير هاوس او شيء ثاني. ممكن نسوي له توسعات واشياء كبيرة، بس ما احس حاليا محتاجة. الحين هم بيطلعون للصيانة بشكل عادي. الشيء الثاني اللي بنحتاجه فعليا الكهرباء بنحتاج وايد بوينتس، لان انا ابغى اسير دايركت على منو، على السولر يعني، يبغى لنا 6 نقاط بس انه مره واحده. ونخلي هذا المكان بالجانب مكان مثالي حق السولر، وندخل الهاي واي من الصناعيه هني. بعد هذا الهاي واي احس اني محتاج استعمله بما انه موجود عندي، لانه بيوفر علي وايد اشياء. مثلا ابسط مثال، انا فقط لو اقوم بتوصيل الهاي واي هذا، هذا راح يعطيني خط تصدير جديد للمدينه. وطبعا هذا شيء نحتاجه دائما، خطوط التصدير دائما تحتاجونها، دائما تغلق. هذا نت انف وركرز، تاك اوف ليبر. الليبر مو مشكله، بنحط بيوت زياده الحين نحن في هاي المنطقه، وبنحط شوي حدائق اصلا. الأحوال احنا سويت هذه عن طريق المربعات، بس مش بشكل كامل. طريقة هاي ممكن نضيفه هني عن طريق خط فردي، طريقة هاي. وممكن المفروض لا، المفروض ما يكون اتجاه واحد حاليا، المفروض بس اهل واحد. طريقة هاي ابجريد 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 مكان صار على البحر. بحط طبعا محلات صوب البحر، وبحط البيوت وراء المحل. طريقة هاي هذا بيسوي لنا منطقة حلوة مقابلة للفنادق، ممكن يتمركزها
دوار، وممكن هني في منطقة جنبها نسوي اللي هي الرو هاوسز الحلوات اللي نحن عندناها. القوانين عندي بعض القوانين ممكن اطبقها، لكن مش وايد افكر فيها، ممكن حاطين مطبات واشياء ثانية على اساس الناس ما تسرع، بس حاليا مش حاط في بالي اني انا ابغى اسويه صراحة. صراحة الشيء اللي ابغى اسويه لكن هني اكيد غير الباركينجز لازم يكون في اكتيفيتي ثاني، مثلا اول شيء او دور جيم هالاشياء. بس عندنا نقطة واحدة وما نقدر نزيد وايد، ممكن اسوي شارع داخلي هذي يزيد فيه السعادة بشكل عام يعني. طريقة هذي ونحطي عندهم 1 2 3، هذا اكثر من كفاية الناس تمشي بعدها. حطي لهم اسوي خط ملاعب، ولكن تنس اخي احس ما حد يلعب باسكت سكيت او دور، هو الكورة اكثر شيء تنلعب عندنا، ولكن حاليا نقص نسوي هني ملاعب هي تنس جنبها باسكت بول كورس مال كرة السلة. بوم تاون ثانك يو بوم تاون الطريقة هاي اعطاني طبعا بما فيه الكفاية على اساس نشتغل على مصفح زين بالطريقة هاي. طبعا هاي شو راح يستوي بينها بوكس 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 طريقة هذي يخلي يقص الشارع ما عندي مشكلة، هذا قتل الملاعب مش مفروض يسوي مشكلة ضخمة. اقدر اقف بعد امشي هني ممشي هني، وهاي صار عندي قسم الملعب. قسم الملعب شوي ينقصه شوية اشجار هذي بنحط، وبنزيد درينك بننزل اشجار في هذه المنطقة هني، بس اشجار ما بنحط ثاني طبيعيا وبوشز. الشي اللي راح يدخل بينهم شيء واحد حط له وهو الووك. للأسف هذا الجزء يفتقر لأنواع المماشي اللي كانت موجودة عندنا في الأجزاء السابقة، ولكن يمشي حاله للأسف يعني، ولا المفروض يكون فيها أنواع أكثر. هاي تمشي من كل مكان تقريبا للملاعب هذه، واستوى شكلها مرتب يعني، ما اقول لكم مش مرتب، مرتب جيد. الطريقة هذه بعد فالناس تقدر تي تلعب في اي وقت تبغى، وهذا بيج 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 بونس يعني بالنسبة لنا، وهذا اللي راح يترأس منه ما انه صار عندنا فلوس يترأس الفندق هذا. الفندق هذا يكون الطريقة هذه وسنتر بيس يعني بنسوي حوله ممشى وبعض اشياء من الممكن يعني انه يتطور زيادة. بعد الحين نحن خلصنا هذه الحلقة الصناعية، ممكن نقدر نشوف شكلها. الارض بعدها في حالة فوضى خفيفة، لكن من الممكن جدا نسوي فيها اشياء اكثر. مشكورين على متابعة الفيديو، نشوفكم فيديوهات قادمة. السلام عليكم.